من أراد أن يفهم الشرع فهما صحيحا دقيقا فعليه أن يفهم العربية وأن يعرف من القواعد باللغة ما يفهم به الكلام. ولذلك من الأخطاء الموجودة الآن لدى جمع كبير من طلاب العلم أنهم يهملون اللغة العربية بحجة أنها من الوسائل ولا يتعلمون حتى ما يقوم به اللسان من اللغة العربية فيسقم فهمهم لما في الكتاب والسنة ولكلام العلماء. فاللغة العربية لها أثر كبير في فهم ما في الكتاب والسنة وفهم ما في كتب العلماء. ولذلك أحث طلاب العلم على الاهتمام بدراسة اللغة، أعني المقدار الذي تفهم به الكلمات والمعاني، فهذا من الأهمية بمكان لطالب العلم.